ترتيب الدوري الآن: هلال الأول 35 نقطة، النصر الثاني 34 نقطة، بعدين بعد أربع نقاط تروح تلاقي الثالث الأهلي ب30 نقطة، بعدين تجي للمركز الرابع والخامس والسادس اللي هي التعاون والوحدة والرائد، كلهم نفس الرصيد 27 نقطة 27 نقطة 27 نقطة. يعني سبحان الله، ممكن تلاقي نفسك في جولة الرابع وفجأة تلاقي نفسك السادس. هذه يروح دوري الدرجة الأولى، صارت فيها من قريب من دوري الدرجة الأولى. يعني حتى لو رحنا شفنا بعد كذا السابع الشباب عنده 25 نقطة، يعني بين الشباب لما تقول الشباب سابع الترتيب تقول يا أخي والله بعيد عن المنافسة. وين بعيد عن المنافسة؟ الشباب عنده 25 نقطة، بينه وبين الثالث 5 نقاط، وبينه وبين الثاني 6 نقاط، لا أكثر، أكثر من 9 نقاط بينه وبين الثاني، وبينه وبين الأول 10 نقاط، عنده واحدة منهم بيلعب معه، فبالتالي يبقى الفرق كم؟ 7. يعني مش مستحيل أنك تكون على، ما أقول تكون الأول رغم أنه ما في شيء كبير على كرة القدم، لكن يعني أنك ممكن تكون الثاني ممكن تكون الثالث. يعني الدوري لسه في كلام كبير. الفيصلي الثامن 24 نقطة، أبها التاسع 23 نقطة، الفيحاء العاشر ب21 نقطة، الاتفاق الحادي عشر ب20 نقطة. يعني تخيل الاتفاق اللي في ال11، لو تقول له ايش بينك وبين الرابع في الترتيب 7 نقاط. يعني في تغيرات راح تكون في المراكز في الجولات القادمة. الاتحاد في المركز الثاني عشر ب16 نقطة، الحزم الثالث عشر ب16 نقطة، بعدين هنا بدأت الفجوة. انتبه للفجوة اللي في نهاية الترتيب، اللي هي العدالة عنده 11 نقطة في المركز الـ14، الفتح في المرتبة الخامسة عشر عنده 10 نقاط، وضمك السادس عشر والأخير ب10 نقاط. يعني النتائج متقاربة، بس تحس ان الدوري او جدول الترتيب اصبح 3 كتل: المقدمة هلال نصر وربما الأهلي، وبعدين تجي للقسم الثاني اللي هم التعاون والوحدة والرائد والشباب والفيصلي وأبها. يعني هذا اللي تقول كتلة الوسط، وكتلة ما بعد الوسط اللي هي الفيحاء والاتفاق. يعني هذول الكتلة بعد الحالة، وتجي عاد الكتلة الأخيرة اللي فيها المنطقة الخطر اللي هي الاتحاد والحزم والعدالة والفتح وضمك. نشوف الجولات الجاية وش يصير فيه.